بصراحة يا أحمد، شايف إن الفرقة ما بقتش بتخاف في الإسماعيلي؟ لا، الفرقة بتيجي عندنا في الإسماعيلية بتخاف. الإسماعيلي في الإسماعيلي، الإسماعيلي ليه رهبة بجد في النادي الإسماعيلي وسط جمهور في النادي. أنا نفسي لما كنت بلعب مثلا في السيراميكا أو في المقاصة أو الكلام ده، وإحنا رايحين نلعب الإسماعيلي في الإسماعيلي، والله ببقى نازل مخضوض من الجمهور والملعب، وأنت داخل حاسس إن أنت داخل تحارب. أنت بقى دلوقتي موجود كلاعب في الإسماعيلي، هل انت شايف ان الفرقه ما بقتش تخاف من الاسماعيلي؟ لا، بيخافوا من الاسماعيلي في الاسماعيلي. في الاسماعيلي بس؟ طب وبره؟ بسبب الملعب والجمهور. لا، بره بتتصور روس عادي، لكن في الاسماعيليه اي فرقه بتيجي الاسماعيليه بتبقى جايه وهي مخضوضه وخايفه من الملعب وخايفه من الجمهور وخايفه من لعيبه الاسماعيلي وخايفه. وضع الاسماعيلي، الناس كلها بتتكلم الاسماعيلي ممكن يهبط. الاسماعيلي يهبط دي مش صعب، ده مستحيل. لا، انا الاسماعيلي في اي وقت بيقدر يقف على رجليه ويكسب ماتشين ثلاثه، تلاقيه فوق في الاول ست فرق او سبع فرق، وكمان الجمهور ده والملعب والكلام ده مستحيل طبعا.